مرحبا بكم في سبور نيوز. تلاقي جمعية الحمامات في الدور النهائي لكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد فريق الأهلي المصري يوم السبت انطلاقا من الساعة 6:30. فريق الحمامات كان تأهل في الدور النصف النهائي على حساب رجاء غدير المغربي بنتيجة 26-17، بما ترشح الأهلي المصري على حساب وداد سامارا المغربي بنتيجة 33-18. ضمن الجولة التاسعة لمجموعة تفادي النزول للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، تمكن فريق مستقبل جابس من تحقيق انتصار ثمين على حساب شبيبة القيروان وبنتيجة 0-0. الهدف الوحيد سجله سيم زكار في الدقيقة 80. وبنفس النتيجة النادي الرياضي البنزرتي يتخطى الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف النادي الرياضي البنزرتي سجله حمزة المسعدي في الدقيقة 73، فيما آلت مباراة الملعب الجيبسي ومستقبل المرسى بالتعادل السلبي بين الفريقين. إلى أخبار مشاهير كرة القدم العالمية، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي مساء اليوم وفاة المدافع الدولي الإنجليزي سابقا ومدرب فريق سبيرس لأقل من 23 عام هيوغو هيوغو عن سن 44 عام بعد تعرضه لأزمة قلبية يوم الخميس خلال إشرافه على حصة تدريبية للفريق. هيوغو هيوغو بدأ مسيرته الكروية سنة 1989 مع ويست برومويتش، ليتقمص فيما بعد ألوان أستون فيلا، ميدلزبرا وليدز يونايتد. هيوغو هيوغو توج خلال مشواره الرياضي بلقب كأس الرابطة 3 مرات مع أستون فيلا وميدلزبرا. ضمن كأس الليبرتادورس، فريق غواراني من الباراغواي يتعادل مع غريميو البرازيلي هدف لهدف، وافتتح التسجيل لغواراني المهاجم رودريغو لوبيز في دقيقة 71، ليعادل النتيجة لغريميو بيدرو نيفيس في دقيقة 79. إلى أخبار كأس رابطة الأبطال الأوروبية، أسفرت قرعة الدور النصف النهائي التي أقيمت اليوم بمدينة نيون السويسرية مواجهات من العيار الثقيل، ومواجهة لقطبي العاصمة مدريد بين الريال وأتليتيكو، فيما يواجه فريق اليوفي بالمفاجأة السارة للشامبيونز ليج فريق موناكو. وسيكون ريال مدريد الحائز على 11 لقب في مهمة صعبة أمام أتليتيكو مدريد، رغم تتويج بلقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية أمام نفس المنافس سنة 2014 و2016. دييغو سيميوني يسعى لاستغلال الأسبقية المعنوية لفريقه بما أنه تمكن من تحقيق التعادل في البرنابيو بالذات ضمن الليغا الإسبانية. فريق موناكو المترشح على حساب بوروسيا دورتموند في الدور الربع النهائي سيكون أمام امتحان حقيقي لتجاوز دفاع إيطالي بقيادة كيليني، أيضا الأسطورة بوفون. مواجهة صعبة لمبابي وفالكاو أمام السيد العجوز الطامح للعودة من الباب الكبير على المستوى الأوروبي وتتويج بلقب تشامبيونز ليج الغائب عن خزينة النادي منذ سنة 1996. George and the Indiana Pacers back home in their own building. إلى كرة السلة الأمريكية الـNBA، بفارق 5 نقاط، كليفلاند كافاليرز يتمكن من الفوز على إنديانا بيسرز 119-114، رغم خسارة زوز فترات الأولى 37-27 و37-22. ليبرون جيمس كان نجم المواجهة بين الكافاليرز وإنديانا بيسرز بتسجيله ل 41 نقطة كاملة. في رياضة الهوكي، فريق ناشفيل بريداتورز يتمكن من كسب نقاط الفوز أمام شيكاغو بلاك هوكس بنتيجة 4-0. فترة أولى متعادل من الجانبين، ثم السويسري رومان خوزي يفتتح التسجيل لناشفيل في الفترة الثانية. في الفترة الثالثة ناشفيل بريداتورز يكتسح شيكاغو بلاك هوكس بتسجيله 3 أهداف عبر كل من الكندي كولتن سيسون، رومان خوزي وأرفيتسون. الهدف الوحيد لشيكاغو بلاك هوكس سجله الكندي جوناثان توس. The
ونختموا سبور نيوز بسباق الدرجات الهوائية كرواتيا 2017 وين فاز الإيطالي نيكولا ريفوني بالمرحلة الثالثة للسباق بين مدينتي ليموتسكي وزادار بقطع لمسافة 237 كيلومتر وبتوقيت 5 ساعات 55 دقيقة و27 ثانية. مرحلة ثالثة عرفت سيطرة إيطالية على المراتب الثلاثة الأولى. إلى اللقاء.